السلام عليكم يا شباب، اليوم رجعت لكم فيديو جديد للعبة موفينج اوت بارت 4. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتوصلونا للألف مشترك. استمتعوا. يلا خلينا نحن نبدأ بالشغلات الصغار والكبار. خلينا نقول لهاي السنة دي هالمرة نبدأ بالصغار. ايش الفن ايه تلامت او بنعاد شيلوا اشلوف، ما لحقته. شيلوا اشلوف بعد سناك سلام اشلوف. براك يلا تعال نبدا. سلام لسه في شغله واحده بس بدي اشوفها. او اسف اشلوف ترمان. في عندي هون كنبه صغيره. اوف اوكي بدي اشيل. تعال شو على اليمين هيك، شو على اليسار انا هلا، انت كمان شو على اليمين. اوه جينا من الباب الغلط. هلا لا هذا الباب بسم الله. هلا ثلاث ادبال اللي شلناها بدنا نعمل. نشوف انا شغله لك مين. ما في غير شغله، ما بصدق. اشي اسلام ما بشوف شغله لك مين. ما في شغلات اثنين، بس هذا التخت. التخت كل جزء ده يجينا نحاول نشلفه. لا خطة سيئة، خطة سيئة كتير. هل تجي تساعدني بعد هنا؟ يلا جاي. لكني لازم هون نشوفه. بجوز واحد اثنين ثلاثة. يس لا زبط. أوف لا انت انا حرقت. فكرته ما زبط والله. هاي اول بيت بيزبط معنا التخت. بباقي البيوت كله يا بينكسر يا اما بينفعل. او صندوق طلعني. تعال نسوي الشغلات. تقدر لحالك ولا بدك مساعدة؟ لا ما بسم الله. تعال نشلف العبيد هون مكوم كارتين. هلا نكسر شي صندوق من الحمار. أو طلع بدي مساعدة والله. بقي تسع شغلات. كنبتين كل واحد وشنطايتين. تقول هذول نحن نسافر هونيك في الأوضة الكنبة. تعال نتساعد. تعال نشلف واحد اثنين ثلاثة. الله حيو. أبال صح في كتير شغلات. نشلف لونك الشغلات الخفيفة شلفها. ايه بس في واحد لازم يسلقاها. لا بتنشلف يعني بتنشلف بس لونين. في واحد لازم يسقاها. رح اروح انا امسكه. تمسكه
استنى استنى بس نضب الشغلات الصغيرة هاي عشان ما يصير عنا فوضى. ده كاين مساعدة مش ينفع؟ اترك اترك لا عشان حطيت عشان ما اطب بقيت ثلاث شغلات اشلف لك عشان في شغلة بدها شلف حطلع هنا ثلاث شغلات للشلف خد كرتونة اوف طبيت اوف مسحت الطابة بدل شكرا يلا تعال نلعب لا بدل موفينج اوت موفينج باون خلي لها اخر شغلة او قبل اخر شغلة لا اخر بس كان ما بتنشلف فيك تجي تساعدني نلحقها يلا اجي طريق طويل الصراحة ايه الو اسلام من قدام من قدام مش هنقدر اساعدك ادخل لقدام واحد جاهز تعال منه انا نشلف عشان ما حتوسع ادخل ادخل حتوسع حتوسع يس على اخر نقطة لا تنسوا نعمل لايك وشير وسبسكرايب باي بنشوفكم ببارك 5